هذه العلب المرصوصة هي خلطات مميزة لتوابل الدوارة والبوزلوف وغيرها من أطباق اللحوم التقليدية هنا بالباهية وهران، أين يكثر عليها الطلب من قبل ربات البيت بمحلات التوابل والبهارات، وذلك تحضيرا لعيد الأضحى المبارك. Toute l'année, عيد صغير, عيد كبير, on achète les épices. Les produits sont bons, ils sont frais, ils sont faits sous nos yeux. Voilà, donc à l'approche de l'Aïd Latha, on vient encore plus. On essaye de venir un ou deux jours avant, histoire d'avoir des produits frais, des épices frais. عندها تاع الدوارة les épices وحدهم, عندها تاع الرقبة تاع الطعام, عندها par exemple تاع البروشات تاع بوزلوف. أما الحمد لله راه كاين كل شيء هنا, كل خيرة في المغارة هنا. وعشية عيد الأضحى يشهد سوق ومحلات التوابل بالباهية وهران إقبالا كبيرا لعديد العائلات التي أضحت تعتمد على هذه الخلطات التتبيلية في تحضير أشهى الأطباق. عندنا إقبال كبير درك في عيد الأضحى المبارك على الخلطات أكثر من التوابل الأساسية. الناس درك ولات الدوموندي بزاف خلطات كما تاع بوزلوف, دوارة, تاع الكبدة, تاع الكفته, لحم محمر مشوي, ولاو يمشيو لنا اكثر من التوابل الاساسيه. انا ما نشريهمش بصح هما الناس كاين اللي تشريها, كاين اللي يشريهم يقول لك تاع اللحم وحده, تاع الكفته وحدهم, تاع هذا وتاع لا لا ما نشريش, نشري زعما وحدك ماشي وحدي, نخدم بصواحلي عندي في الدار, زنجبيل, الحرور, في الحمراء, هادو زعما اللي نديرهم انا. انا وحده من الناس ما نشريش لي زيبيس في العيد الكبير اباغ شريت لي زيبيس تاع الحريره تاع عرفه ان شاء الله من نصومو. مي العيد الكبير اللحم ديجا راه فيه بنه, اللحم تاع غلمي فيه بنه, ما يحتاج لي زيبيس. بوغ موا عود قرفه يكفي المحمر, عود قرفه والحرور سيتو. وإن كانت بعض ربات البيوت لا تزال تستعمل التوابل الكلاسيكية بمطبخها, نجد أخرى تعتبر هذه الخلطات المتنوعة بمثابة اللمسة السحرية التي تضفي نكهات مميزة لمختلف الأطباق التقليدية الخاصة بعيد الأضحى.